لكم. الاسم ديالي ياسين زياد، احد مؤسسي الموقع sheaply.com. شيبلي موقع مغربي كيربط ما بين المسافرين والناس اللي باغيين يسافروا شي حاجه، باش الناس اللي غادي يسافروا يقدروا يرجعوا شويه من المبلغ ديال السفر ديالهم، والناس اللي باغيين يسافروا شي حاجه يسافروها بثمن اقل عن جميع الوسائل الموجوده حاليا. اليوم شيبلي في نصف نهايه مسابقه جيست تيكاي اللي هي مسابقه دوليه، وللنهايه ديالها غادي تكون في مراكش ان شاء الله في شهر نوفمبر. شيبلي هو الممثل الوحيد للمغرب، وباش ندوزوا لافينال ان شاء الله احنا محتاجين جميع اصوات المغاربه. اذا انا كنستغل هذه الفرصه باش نوجه نداء لجميع المغاربه باش يصوتوا علينا، وباش ان شاء الله نرفعوا الرايه المغربيه في مراكش.